على الأزهر الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر. لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رامحين على مصرمين يبعد سلامي في كلمتين. يا أهل الله مشتاق لنسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين. يا ما شاء الله أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: وفي إخوتي ورش يدي عن أولي حمن، وفي رسلي أصل كسى وافي الملا. وانتهينا من شرح هذا البيت، أليس كذلك؟ انتهينا من شرح هذا البيت. وفي إخوتي ورش يدي عن أولي حمن، وفي رسلي أصل كسى وافي الملا. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وأمي وأجري سكن دين صحبة، دعائي وآبائي لكوف تجملا. ما زلنا في ياءات الإضافة التي تقع قبل همزة قطع الإيه المكسورة، اللي هي إحنا بدأنا من عند إيه وثنتان مع خمسين مع كسر همزة بفتح أولي حكم سوى ما تعزل. بناتي وأنصاري عبادي ولعنتي، وما بعده إن شاء بالفتح أهملا. وفي إخوتي ورش يدي عن أولي حمن، وفي رسلي أصل كسى وافي الملا. إحنا ما زلنا في ياءات الإضافة الواقعة قبل همزة القطع المكسورة. كم عددها؟ وثنتان مع خمسين. طب كم عدد ياءات الإضافة بالإجمالي؟ 212. خدنا منهم كام؟ 99 اللي هي واقعة، واقعة قبل همزة قطع إيه مفتوحة، وهذه 52 قبل إيه الواقعة قبل همزة القطع المكسورة. قال رحمة الله عليه: وأمي وأجري سكن دين صحبة، دعائي وآبائي لكوف تجملا. أنا برضو كما حدث في اللقاء السابق استذكروا القرآن، أنا هقول الكلمة وعايز بعد منها همزة قطع إيه مكسورة. فيما سبق كنا بنطلب منكم همزة قطع مفتوحة، الآن أنا عايز بعد كلمة إيه وأمي إلهين، وأمي إلهين، خلاص. هو بيقول إيه وأمي وأجري سكن دين صحبة، الدال من؟ الدال ابن كثير. طيب وصحبة حمزة والكسائي وشعبة، كامل عدد كده 3.5 إمام، 3.5. من النص؟ سيدنا شعبة. شعبة يبقى الإمام ابن كثير بتمامه، الإمام حمزة بتمامه، الإمام الكسائي بتمامه، وكام ومين وشعبة، يبقى 3.5. يبقى لو قسمناهم السبعة يبقى الباقي كام؟ مين 3.5 التانيين؟ خلاص عشان نكمل يبقى حفص النص، هنعد 3. مين 3؟ نافع وابو عمرو وابن عامر. هو بيقول ايه هنا وامي واجري، يبقى خلي بالكم وامي واجري سكنا، نقل من الترجمة الى الفتح لانه ايه وما بعده ان شاء بالفتح اهملة الى رسلي، وفي رسلي اصل كسى. الكلام معطوف على ترجمة الايه فتح ياء الاضافة،
أما الآن حيدي العكس وانتبهين معي. قال وأمي وأجري سكن دين صحبة. يبقى دين صحبة كيف يقرؤون هذه الكلمة؟ وأمي إلهين، خلاص. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، وكل على أصله في المد الإيه؟ بقى مد منفصل، بقى مد منفصل. يبقى هنيجي نقول معانا الإمام نافع بتمامه، ومعانا كمان مين؟ الإمام أبو عمرو بتمامه، بتمامه يعني من الراويين، خلاص. ومعانا الإمام ابن عامر بتمامه، وحفص يقرؤون العكس. بقى هو قال سكنة يبقى العكس الإيه؟ الفتح. ولذلك انتوا بتقرأوا دية اللي هنا، المصريين اللي موجودين هنا بيقرأوا في رواية حفص إيه؟ وأمي إلهين، خلاص. وكذلك وأجري، أجري وتركها مطلقة، وردت كم موضع؟ خدوا عندكم، واحد في يونس، واحد في يونس، واثنين في هود، وخمسة في الشعراء، خمس مواضع في الشعراء. يبقى واحد في يونس اللي هو آية 72 في سورة يونس، وآية 29 وواحد وخمسين في سورة هود، والشعراء 109 ومية سبعة وعشرين ومية خمسة واربعين ومية اربعة وستين ومية وتمانين، وفي سبأ موضع واحد. يبقى عدينا كم موضع كده؟ يونس واحد، هود اتنين، الشعراء خمسة، يبقى بقى كام؟ تمانية. طيب وسبأ واحد يبقى تسع مواضع. ياخدوا بالكم، أمي إلهين إن أجري إلا، كل المواضع إن أجري إلا، المواضع اللي وردت اللي هي عددها تسعة، في يونس، في هود، في الشعراء، في سورة إيه؟ سبأ. نعم؟ لا، نعدهم تاني. يونس واحد، هود اتنين، خلاص. ومعانا هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة في الشعراء، هود فيها موضعين، وموضع في سورة إن أجري إلا. من الذي يقرأ إن أجري إلا؟ ها، عكس دين صحبة. هيبقى مين الباقي؟ ما أنا قلت لكم دين صحبة اللي هي لفظ بيها اللي هم مين؟ ابن كثير وحمزة والكسائي وشعبة. كام الباقي من القراء؟ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص. يبقى من يقرأ إن أجري إلا بفتح ياء الإضافة اللي هم خرجوا عن ترجمة إيه؟ دين صحبة. يبقى هذه إيه؟ إن أجري وأمي إلهين. حفص، ولاحظوا إن حفص ملوش في ياءات الإضافة، ولكن القراءة إيه؟ القراءة سنة، القراءة سنة. هو إحنا بنقرأ بفتح ياء الإضافة لحفص؟ ورد شيء؟ لا، لم يرد فيما سبق. يبقى القراءة هي سنة. وأمي وأجري سكن دين صحبة، دعائي وآبائي لكوف تجمل. أنا هقول الكلمة برضو، دعائي الكلام الأول معطوف على الإيه؟ على الإسكان. اصحوا بقى للترجمة، هو قال سكن، يبقى اللي جاي كله هيبقى معطوف على الإيه؟ على التسكين، انك تسكن ايه؟ ياء الايه؟ ياء الاضافه. والعكس يعني الباقون هيكونوا ايه؟ الفتح. دعائي، هات لي همزه قطع. الله يفتح عليك. دعائي الا، يبقى الكوفيون يقرؤون ايه؟ بالاسكان، كما قرات دعائي الا، دعائي الا، وبقى اصبحت عندهم من قبيل المد الايه؟ الباقون المنفصل. الباقون يقرؤون ايه؟ دعائي الا، دعائي الا. من الباقون؟ الاربعه اللي فوق دول، يبقى ابن كثير، نافع وابن كثير وابو عمرو وابن ايه؟ وابن عامر، خلاص. طبعا احنا الان ماشيين في المواضع التي ورد فيها ايه؟ خلاف. يعني هو في الاول بدا ايه؟ بفتح اولي حكم،
يبقى قولي حكم اللي هم اصل الباب هناك سما في اللي وقع قبلها همزه قطع ايه مفتوحه اهل سما بتمامهم خرج من اهل سما عند المكسوره مين ابن كثير لا اصحوا معايا عن كده اصحوا معايا ولا اجيب لكم نسكافيه عشان تصحوا ها هناك خدوا بالكم الناس العلماء ائمه القراءات الذين يفتحون ياء الاضافه عند المفتوحة عند همزة القطع المفتوحة نافع وابن كثير وأبو عمرو طب عند همزة القطع الايه المكسورة خرج مين خرج ابن كثير لأنه بيقول لك ايه بفتح أولي حكم الألف لمين لنافع والحاء يبقى بعد كده لما هي الاثنين وخمسين خدوا بالكم الاثنين وخمسين بفتح أولي حكم في مواضع ورد فيها الايه ورد فيها الخلاف هو الان يذكر المواضع الخلاف اما ان يكون بالزياده واما ان يكون بالنقصان انا بذكركم طيب وفي اخوتي ورش رجعت الورا انا خلي بالكم اخوتي اللي هي ايه من بعد ان نزغ الراجل الكبير اللي كان هنا الاسبوع الماضي الليبي ده اللي كان بيلحقني بسرعه ها اللي هي ايه وفي بيني وبين اخوتي ان ربي خد بالك هنا لك ورش يبقى خرج مين ومين والبصري خلاص طيب قال لك ايه يدي عن اولي حمن انت هعيد الكلام تاني انا بعيد الكلام تاني يدي وما انا بباسط يدي عن أولي حمن إيه اللي حصل دخل لا ما هو ابن كثير أصلا مش موجود ابن كثير أصلا مش موجود في المكسورة إنما احنا بنقول هنا زاد حفص خلاص طيب وفي رسلي أصل كسى اللي هي إيه كتب الله لأغلبنا أنا ورسلي إن خلاص أصل كسى إيه اللي حصل خرج ابو عمرو ودخل مكانه مين وانما نافع موجود كما هو طيب وامي ها وامي الهين يبقى موجود نافع وموجود مين وموجود ابو عمرو بتمامه ها ودخل معه مين ابن عامر اي وامي الهين ودخل معهم حفص كمان دول زياده خلاص إن أجري إلا برضو هم دولة ودخل يبقى الإيه العدد إحنا في الآخر حنطلع 52 ياء إضافة إنما الأصل في الباب هو هيعد عدد معين 25 ياء إضافة وقع فيها الخلاف والمسكوت عنه يرجع لمن أولي حكم الأولي حكم يرجع له إيه سوى ما تعزل اللي هي ورد فيها الإيه ورد فيها الخلاف طيب احنا وصلنا فين دعائي الا يبقى مين اللي دخل مع نافع وابو عمرو ومع ابي عمرو صح صحوا معايا هو بيقول لك ايه دعائي وابائي لكوف كوف دول هيعملوا ايه هيسكنوا خلي بالكم انا سايب واحده بس اللي هي عماله ايه شغاله معايا انما الباقيين الرجاله نايمين خالص ايه الحكاية يبقى دول اللي هيقرأوا بالإسكان يبقى الباقون مين نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر يبقى دخل مين بقى في دعائي مين اللي زاد ابن كثير وابن عامر طيب دعائي وآبائي بعدها ايه واتبعت ملة آبائي يا إبراهيم ادي ايه آبائي لانه يقول لك ايه دعائي وآبائي لكوف تجمل يبقى الكوفيون يقرؤون ايه بالاسكان في كلمتي دعائي وابائي والباقون الاربعه الباقون اللي هم ايه نافع اعيد اهو نافع وابن كثير وابو عمرو يقرؤون بالايه بالايه بالفتح ثم قال رحمه الله عليه طبعا تجمل دي ايه يعني لكوف خد بالك لكوف
تجمل. ايه اللي تجمل لكوف؟ الاسكان. تجمل الايه؟ الاسكان. اي حسن عند ايه؟ عند اهل الكوفة. وحزني وتوفيقي ظلال وكلهم يصدقني ينظرني واخرتني الى حزني. ايوه حلوه على طول كده. اشكو ايه؟ وحزني على طول. اول ما اقول الكلمه اديني بعد منها همزه قطع ايه؟ مكسوره. وحزني طيب. وما توفيقي خلاص هي كده. ادي ادي ايه؟ وحزني وتوفيقي ظلال. الظاء لمن؟ للكوفيين. ومين؟ وابن كثير. ولا وبعدين الظاء وكوف مع المكي بالظاء. ايوه مش كوف مع المكي بالظاء يبقى ايه؟ الكوفيون وابن كثير. كم عددهم دول؟ هيقراوا بايه؟ بالاسكان. حزني الى وما توفيقي الا وكل على اصله في المنفصل. ابن كثير من ضمنهم هيقرا بالقصر. هيتبقى معانا مين؟ عاصم وحمزه والكسائي كل على اصله. اللي يقرا حركتين يقرا واللي يقرا اربعه يقرا واللي يقرا ايه؟ سته يقرا. طيب المسكوت عنهم مين؟ ما عاد عن الظاء. نافع اللي هم اصل الباب. نافع وابو عمرو ومعهم ابن عامر. دول يقرؤون ايه؟ حزني الا وما توفيقي الا. دول يقرؤون بالايه؟ بالفتح. وحزني وتوفيقي ظلال. وكده انتهى الكلام من ياء الاضافه الواقع قبلها همزه قطع مكسوره. تعالوا نعد اللي اتذكر فيهم الخلاف. امشوا معايا بسرعه. اول موضع ايه؟ لا استني. بناتي ادي واحد. انصاري اثنين. طيب عبادي ثلاثة. لعنتي اللي هي ايه في سورة صاد؟ خمسة. طيب ستجدني ان دول كم موضع؟ ده ثلاث مواضع يبقى كده ثمانية. اخوتي عدوا معايا عدوا انا بقوله انتوا تعدوا. اخوتي يبقى تسعة. بيني وبين اخوة تسعة. طيب يدي عشرة. رسلي كم؟ طيب امي واجري 12 و8 25 مش كده؟ لا ده تسعة دولة تسعة. طيب يبقى 21. طيب احنا عايزين نكمل 25. طيب دعائي وابائي بقوا كام؟ 23. طيب وحزني وتوفيقي 25 موضع ورد فيها وقع فيها الخلاف اما بالزيادة واما بالنقصان. الباقي كم موضع من 52؟ 27. وانت مغمض وانت مغمضة يقرأ الامام نافع والامام ابو عمرو بفتح ياء الاضافة. يبقى انا احفظ اللي ورد فيه الخلاف اللي وقع فيه الايه؟ الخلاف اللي وقع فيهم الخلاف اللي هم من اول ايه؟ بناتي وانصاري عبادي ولعنتي لغاية ايه؟ الى قوله ظلال. وحزني وتوفيقي ظلال. طيب الباقي المتبقي من المفترض ان ايه؟ مين يقرأ بفتح ياء الاضافة؟ اللي هم نافع ومين؟ ابو عمرو. في مواضع تسع مواضع موجودة في القرآن اتفق كل القراء على اسكانها. قال ايه؟ وكلهم. كلهم يعود على مين؟ على جميع القراء. وكلهم يصدقني ينظرني واخرتني الى. يصدقني اللي هي فين؟ في القصص. وأخي هارون فأرسله معي يصدقني. يبقى دي ايه؟ كل القراء
ادي ياء اضافه الكل اتفق على اسكانها. طيب انظرني يلا حلوه فين وفين وفين ها فين وفين وفين في الاعراف وفي الحجر وفي سوره صاد يبقى كده كم موضع لا اربعه بيصدقني. طيب واخرتني فين في المنافقون بقى وكم كده خمسة أخرتني ما هو قال لك أخرتني إلى أهي لفظ بها بقى وكم كده خمسة. طيب وذريتي يدعونني وخطابه يعني خطابه ذريتي تدعونني ذريتي يدعونني وتدعونني. طيب ذريتي إني اللي هي في سورة الإيه الأحقاف وأصلح لي في ذريتي أديك بقوا كام كده نتعدوا هناك كام يصدقني واحد وأنظرني ثلاثة وأخرتني خمسة وذريتي. طيب يدعونني إليه خلوا بالكم هو قال وخطابه يدعونني لا يدعونني الأول يدعونني إليه في سورة إيه في سورة يوسف في سورة يوسف. طيب تدعونني إلى وتدعونني إليه دول في سورة إيه في سورة غافر تدعونني إلى وتدعونني إليه دول بقوا كام كده على عدد تسعة. يبقى خدوا بالكم انتبهوا معايا انتبهوا يا أحبة يصدقني يصدقني إني أخاف أدي واحد أنظرني إلى المواضع الثلاثة خلاص. طيب أخرتني إلى خلاص ذريتي إني يدعونني إليه خلاص والموضعين الآخرين اللي هم في سورة إيه في سورة غافر. قال وكلهم يصدقني ينظرني وأخرتني إلى وذريتي يدعونني وخطابه. طبعا أنا ما قلت ما نسيت من الأول خالص أقول لكم ارجعوا معايا من عند الكلام وأمي وأجري سكن دين صحبة اقفل قوسين على دول يلا من أول إيه وأمي وأجري سكن الألم الرصاص وأمي وأجري سكن دين صحبة اقفل قوسين وافتح من عند ايه دعائي وآبائي لكوف تجملة اقفل على دي ايه قوسين وحزني وتوفيقي ظلال اغلق عليها عشان بس نبقى عارفين ايه هنا ايه وهنا ايه. طيب افتح بقى القسم من اول وكلهم الى قوله وخطابه في البيت الثاني وكلهم يصدقني ينظرني وأخرتني الى يدعو وذريتي يدعونني وخطابه. الأول خدوا بالكم أنتوا فهمتوا كلمة وذريتي عرفناها اللي هي إيه إنما هو بيقول ويدعونني يدعونني وخطابه يعني بياء الغيبة وبتاء الخطاب يدعونني هنلاقيها موضع واحد اللي هو إيه اللي هو واقع بعد منه همزة قطع مكسورة يدعونني إليه اللي هي بتاعت سورة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طيب خطابه عايزين خطابه ويكون إيه تدعونني ويكون واقع بعدها همزة قطع إيه مكسورة حلها في موضعين والاتنين في غافر تدعونني إلى تدعونني إليه أدي معنى إيه معنى كلام الشيخ وخطابه وخطابه وذريتي يدعونني وخطابه وعشر يليها وخلصت كده طبعا الايه يبقى كم اضافه موجوده في القران بعدها همزه قطع مكسوره كم يا احبه كم يا احبه لا 61 61 61 مش كده ولا ايه ها لا
ما انا قلت كام ياء، انا بقول دلوقتي سؤالي كان مطلق، كام ياء اضافة موجودة في القرآن وقع بعدها همزة قطع مكسورة؟ 52 وبعدين التسعة دي. طيب هنيجي نقسم بقى، نقول نطلع تسعة اتفق جميع القراء على اسكانها ماشي، طيب ونطلع 25 اختلف فيها القراء، اللي زود واللي نقص واللي يعني في اقل شيء راوي واحد اللي هو في اخوتي ورش، وتوصل الى عدد كبير. الخلاف دائر بين ايه؟ بين الفتح والايه والاسكان. طيب وليه يبقى المتبقي 27؟ 27 اتفق الامام نافع والامام ابو عمرو على فتحها، واتفق الباقون على اسكانها. خلاص يبقى لما نيجي نقول اصل لما هتيجوا تعدوا في المصحف مش هتلاقوا 52، ده انتوا هتلاقوا 61. لازم تحفظوا التسعة دي كويس اللي هي من اول، وكلهم لازم يتحفظوا التسعة دولة عشان ما يجيش وانت بتقرأ ترتبك كده، هل دي من الايه من الياءات اللي فيها خلاف ولا ما فيهاش خلاف؟ طب لو كان فيها خلاف يبقى مين اللي قرأ؟ ما عشان ما تعملش ايه شوشرة على المعلومات. الحفظ التسعة دول لابد ان ايه ان يحفظوا. خلاص خلصت كده الاثنين وخمسين. 52 وتسعة وتسعين مية كام؟ 151. ما احنا عايزين 212 يا ناس، مش كده؟ عايزين 212. خدنا 99 وقع بعدها همزة قطع ايه مفتوحة، و 52 اللي هي ورد فيها الخلاف، 52 وقع بعدها مكسورة. طيب قال لنا ده فيها 10 وقع بعدها مضمومة. قال طبعا البيت من اوله، من اوله وذريتي يدعونني وخطابه، وعشر يليها الهمز بالضم مشكلة. 10 مواضع، 10 مواضع لوحدهم. اعد لكم العشرة بسرعة وهم هيقولك في التسجيل. وإني أعيذها، دي فين؟ في آل عمران. إني أريد، في سورة المائدة. فإني أعذبه، برضو في المائدة. إني أمرت، واحد في سورة الأنعام والتاني في سورة الزمر. عذابي أصيب، في سورة ايه؟ الأعراف. طيب إني أشهد، في هود. أني أوفي، فين؟ في يوسف. إني ألقي، في سورة. إني أريد، تاني اللي هو في القصص. ادي 10 مواضع كده، عدينا احنا 10 مواضع. إني أعيذها، إني أريد اللي هو بتاع المائدة، فإني أعذبه، إني أمرت، موضعين. خلاص الثاني عذابي أصيب، إني أشهد، أني أوفي، إني ألقي، إني أريد اللي هو موضع سورة الإيه؟ سورة القصص. العشرة دول مين اللي قرأ زي ما أنا قرأت كده؟ الإمام نافع فقط. هو بيقول ايه؟ وعشر يليها الهمز بالضم مشكلة، اتشكلت بالايه؟ بالضمة. فعن نافع فافتح، خلاص يبقى تفتح القوس منين؟ وعشر، بس معايا بسرعة الله يرضى عليكم، وعشر وتقفل عندي ايه؟ فافتح. فعن نافع فافتح، الله، ده الهمزة المضمومة مريحة جدا، لا دخل فيها خلاف ولا دخل معاها فلان ولا علان، هو الإمام نافع فقط الذي انفرد بفتح ياء الإضافة الايه الواقع بعدها همزة، خلاص همزة قطع مضمومة. يبقى معناها خدوا بالكم، نافع في المفتوحة
ومعاه مين؟ ابن كثير وابو عمرو. نافع في المكسورة ومعاه ابو عمرو ومعه ابي عمرو. نافع في المضمومة ومشى الاثنين وهو لوحده خلاص. فعن نافع فافتح واسكن لكلهم بعهدي واتوني لتفتح مقفلا. لكلهم الضمير هيعود على مين؟ على جميع القراء. بعهدي ردوا علي بس خلاص. بعهدي اوفي كل القراء يقرؤون بايه؟ قال واسكن اهو واسكن لكلهم. اسكن ايه؟ بعهدي اتوني افرغ. ما انا عايز همزه قطع مضمومه. ما انا اول ما اقول كده ردوا عليا خلاص. بعهدي اوفي اتوني بس. هما الموضعين دول وقع وقع بعدهما همزه قطع ايه؟ والقراءه سنه. القراءه سنه. نافع ما لم يقرا بفتح ياء الاضافه هنا ما قالش ايه؟ بعهدي اوفي ولا اتوني افرغ. طب اشمعنى يعني؟ ما كنت تزودهم بالمره بدل ما يبقوا 10 يبقوا كام؟ يبقوا 12. القراءه سنه. القراءه سنه. لو كانت المساله على القياس كان كله تساوى ببعضه. وما لقياس في القراءه مدخل خلاص. لتفتح مقفلا. طبعا بعهد اوفي دي في سوره ايه؟ متهيألي. طب اتوني في سوره ايه؟ ايوه في سوره الكهف بسرعه كده خلاص. لتفتح مقفلا. قال العلماء الشراح لتفتح بابا من العلم كان مقفلا. ده قاله الامام ابو شامه رحمه الله عليه. لتفتح مقفلا. وبكده يا احبه انتهينا من ياء الاضافه الواقع بعدها همزه قطع ايه؟ همزه قطع بصفه عامه مش مضمومه خلاص. يبقى خدنا ادي 10 99 و52 101 وادي 10 يبقى كام؟ اصل احنا لازم نعد 200 وكام؟ 212. احنا عايزين 212 ياء اضافه وقع فيها الايه؟ الخلاف. فاكرين انا قلت لكم ياء الاضافه تقع قبل همزه القطع وقبل همزه الوصل وقبل بعض الاحرف الاخرى. طب قبل همزه القطع يبقى همزه القطع اما ان تكون مفتوحه واما ان تكون مكسوره واما ان تكون طيب. همزه الوصل اما ان تكون مقرونه بال واما ان تكون مجرده ايه؟ عنها. هو بدا بالايه؟ المقرونه بال. خلي بالكم ياءات الاضافه اللي جايه لازم يكون بعدها ايه؟ ال. منتبهين معي؟ قال رحمه الله عليه وفي اللام للتعريف 14. يبقى كم واحده؟ 14 مش كده؟ 14 كده احنا قربنا شويه اهو. وهناك قلنا 100 وكام؟ 161. يبقى معنى كده لو خلصنا دول هيبقى وصلنا لايه؟ 100 وكام؟ 175. قال وفي اللام للتعريف 14 فاسكانها فاش. واقفل القوس هنا. اللي سكن ال14 سيدنا الامام المشار اليه بالفاء وهو الامام حمزه. فاسكانها فاش. طيب الامام حمزه واضح كده ان هو في ال14 بس برضه ممكن حد يدخل معاه من الايه؟ من القراء. هنشوف كده. قال فاسكانها فاش وعهدية في علا. هنعد 14. عهدية عايز ال خلاص اللي هي ايه؟ لا ينال. قال لك فاسكانها هو الان الكلام معطوف على الايه؟ على الاسكان. يعني معنى هذا ان الامام حمزة ودخل معاه في هذا الموضع حفص. حفص يقرآن بإيه؟ عهدي عهد الظالمين. يبقى الباقون عدد كبير اللي يقرؤون إيه؟ عهدي الظالمين خلاص. آدي واحدة. فإسكانها فاش
وعهدي في علا وقل لعبادي كان شرعا. اقفل عليها قوس. طبعا هناك انت قفلت عند ايه؟ وعهدي في لا فاشن خلصت، بس اقفل عند ايه؟ وعهدي في علا، وعهدي في علا، منتبهين معي؟ وعهدي في علا. افتح القوس من عند ايه؟ وقل لعبادي كان شرعا، كان شرعا. الكاف لمن؟ والشين لمن؟ حمزة والكسائي. يبقى مين اللي دخل مع حمزة؟ ما هو إمام الباب حمزة. مين اللي دخل معاه؟ ابن عامر والكسائي. قال وقل لعبادي كان شرعا. فين قل لعبادي؟ حط لي بعد منها ال. قل لعبادي الذين آمنوا بصورة سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. خلاص قل لعبادي الذين، يبقى كده دي موضعين. قال اقفل هنا، اقفل القوس عند ايه؟ قل لعبادي. وقل لعبادي كان شرعا، ايوه عندي شرعا. وفي الندى حما شاعا، اقفل القوس هنا. وفي الندى الاول ناخد البيت كله على بعضه. وقل لعبادي كان شرعا وفي الندى حما شاع آياتي كما فاح منزلا. أفلنا القوس عند إيه؟ شرعا. هنفتح عند وفي الندى حما شاعا. في الندى أي عبادي وقع بعدها لم أل منادى، هي منادى يا عبادي. هل لا يمكن هم اتنين؟ لا اتنين. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي، ويا عبادي الذين أسرفوا. أدي إيه؟ يا عبادي الواقع بعدها إيه؟ لام أل. ما هو لك وفي الندى حمن شاع. الحاء لمن؟ الحاء لأبي عمرو. طب والشين لمن؟ يبقى مين اللي دخل مع الإمام حمزة؟ ما هو إمام الباب هو مين؟ حمزة. يبقى دخل معه ومين تاني؟ والكسائي. هناك دخل معه ابن عامر والكسائي. يبقى الكسائي موجود في ايه؟ قل لعبادي ودي حمن شاء. آياتي كما فاح منزلا، الكاف لمن؟ والفاء لمن؟ هو حمزة ومستمر معانا. آياتي ايه؟ سأصرف عن آياتي الذين، سأصرف عن آياتي الذين، اللي هي في سورة الايه؟ في سورة الأعراف. خلاص وكده خلصت الكلام على ياءات الإضافة الواقع بعدها لم أل. خدوا بالكم، انتبهوا معايا. هو قال الباب لمن؟ فإسكانها ايه؟ فاشل. فإسكانها فاشل. طيب هنيجي نشوف المواضع التي أضيف مع الإمام حمزة البعض. أولها إيه؟ عهدي. هنعدهم دول اللي فيهم الخلاف من الـ14. عهدي دخل مين مع الإمام حمزة؟ حفص. طيب قل لعبادي دخل مين مع الإمام حمزة؟ طيب وفي الندى اللي هي ايه؟ يا عبادي دخل مين مع الامام؟ يبقى دول موضعين، خلي بالكم موضعين. طيب آياتي مين اللي دخل مع الامام حمزة؟ ابن عامر فقط. كم موضع دول اللي ورد فيهم الخلاف؟ اللي ورد فيهم اضافة مع الامام حمزة كم موضع؟ 5 مواضع. يبقى باقي كم من 14؟ الباقي 9. التسعة يروحوا لمين؟ للإمام حمزة. هو هيعد الـ14 الآن، هيعيد عدها بالكامل اللي سبق وما هو آت. قال فخمس عباد اعدد وعهدي أرادني ورب الذي آتاني آياتي الحلى وأهلكني منها وفي صاد مسني مع الأنبياء ربي في الأعراف كملا. هيعد الـ14
لاربعتاشر موضع. فخمس عبادي، انتبه يا بنتي، فخمس عباد اعدد. خمس عبادي سبق منها كام؟ ثلاثة. سبق منها ثلاثة، يبقى باقي ايه؟ باقي اثنين. الاثنين الباقين، الخمسة اللي الثلاثة اللي راحوا، وقل لعبادي والندى يا عبادي، خلاص. طب هو باقي اثنين، الاثنين عبادي الصالحون اللي في سورة الايه؟ الانبياء، خلاص. وعبادي الشكور في سورة ايه؟ سبأ. ادي خمس عبادي، يبقى معناها انفرد الامام حمزة بفتح ياء باسكان الياء عباد الصالحون وايه؟ عباد الشكور، خلاص. طيب وعهدي سبقت، اللي هي عهدي ايه؟ الظالمين. طيب ارادني، ان ارادني الله في سورة الزمر. طيب وربي، ورب الذي قيدها بالايه؟ بالذي اللي في سورة البقر، ربي الذي يحيي، ربي الذي يحيي، يبقى قرأ بالايه؟ الامام حمزة قرأ بالايه؟ بالاسكان، خلاص. طيب آتاني في سورة مريم، آتاني الكتاب، آتاني الكتاب. آياتي سبقت، اللي هي ايه؟ اللي هي سأصرف عن آياتي. طيب وأهلكني، احنا بنعد الخمستاشر، وأهلكني منها، اللي هي ايه؟ إن أهلكني الله في سورة الايه؟ في سورة الملك. طيب وفي صاد مسني مع الأنبياء، مسني الضر ومسني، لا مسني الضر بتاعت الأنبياء، وبتاعت صاد مسني الشيطان، خلاص. طيب مع الأنبياء. ربي في الأعراف كملا، كملوا الأربعتاشر. ربي في الأعراف اللي هي ايه؟ قل إنما حرم ربي الفواحش. طيب هعيد بقى الكلام تاني، دي الخمستاشر، عدوا معايا كده عشان نتأكد منهم. خمس عبادي، خلاص. وعهدي كام كده؟ يبقى كام؟ ستة. طيب أرادني سبعة، وربي اللي في سورة البقرة، آتاني آياتي، أهلكني، مسني، يبقى كام؟ 13. مسني 2 13. ربي 14. ادي 14 ياء إضافة وقع بعدها همزة ايه؟ همزة وصل اللي هي مقرونة بأل، وقع بعدها لم أل. الإمام السخاوي رحمة الله عليه قال: فإن قلت، وفي الندى يدخل، كلمته في الندى، وفي الندى يدخل فيه قوله في الزمر: يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، مش ده ندى؟ يا عبادي، يا عبادي الذين، مش ده ندى؟ اهو ندى لوجود النداء ولام التعريف بعده، هذا متوفر فيه الشرط السابق. قال هو بيقول فإن قلت، خلاص. قال قلت، هذه الياء محذوفة في جميع المصاحف ولا خلاف فيها بين القراء من هذه الايه؟ الطرق. يبقى خرجت ايه؟ اللي هي ياء الإضافة بتاعت اللي واقعة او المحذوفة، اللي هي يا عبادي الذين آمنوا. أما يا عبادي الذين أسرفوا فهي إيه؟ موجودة معنا، خلاص. يبقى كده 14، 14. يبقى بقى العدد كام؟ العدد كام كده إجمالي؟ 175 يا ناس، 99 و52،
151 وعشرة 161 واربعتاشر 175. قال رحمة الله عليه: وسبع بهمز الوصل فردا وفتحهم أخي مع إني حقه ليتني حلا. وسبع بهمز الوصل فردا، همزة الوصل منتبهين معي يا أحبة، همزة الوصل فقط بدون إيه؟ بدون أل، بدون إيه؟ بدون أل. يبقى سبع مواضع فقط، سبع مواضع. وهناك كام؟ 175. هيبقى وصلوا كام؟ 182. طب نعد السبعة، لأن السبعة دولة لاحظوا اللي احنا خدنا اللي فات الأصل في الباب الماضي مين؟ حمزة. هنا المسألة متفاوتة، البعض يقرأ بكذا والبعض يقرأ بكذا. وسبع بهمز الوصل فردا، افتح بقى القوس من هنا، وفتحهم، فتحهم ايه؟ هيبدأ يتكلم أخي مع إني حقه. ايه في العند ايه؟ أخي مع إني حقه. أول ما نقول أخي مفروض تجيب لي بعد منها إيه؟ همزة وصل. أخي يا، أخي يا إيه؟ أشدد. ها؟ أخي أشدد. أخي يا، أيوة أخي يشدد، خلاص أخي يا، فتح يا لضا. يبقى دي إيه؟ موضع إلي في سورة إيه؟ طه. طيب إني، ها أنت قلت إيه؟ أحسنت يا ولد أنت، إني اصطفيتك في سورة إيه؟ يبقى دي معنى أخي مع إني، أخي أشدد إني اصطفيتك. مين حقه دولة؟ يبقى ابن كثير وأبو عمرو يقرآن بفتح يا، يا أي إضافة أخي يا وإيه؟ وإني اصطفيتك. خلاص قفلت القوس عند إيه؟ حقه. طب افتح ليتني حلا، ليتني حلا، يا ليتني اتخذت حلا، اتخذت خلاص مش كده ولا يقرأ اتخذت؟ هو مش هيقرأ إيه؟ وخلي بالكوا دي فاتت، يعني احنا ما بنقولش حاجة لسه جديدة، ده فاتت في الأصول. خلاص يا ليتني اتخذت، يا ليتني اتخذت. يبقى انفرد مين؟ والباقون يقرؤون بالإيه؟ بالإسكان. بقوا كام كده؟ خدنا كام من السبعة؟ ثلاثة، أخي وإني وليتني. ثم قال رحمة الله عليه: ونفسي سما ذكري سما قومي الرضا، حميد هدى بعدي سما صفوه ولا. كملوا كده السبع. نفسي سما، نفسي واصطنعتك لنفسي، لنفسي اذهب. يبقى مين اللي يقرأ كده؟ واصطنعتك لنفسي اذهب. مين؟ سما. الثلاثة الأوائل نافع وابن كثير وأبو عمرو. طيب وهي في القوس عند دي لوحدها اللي هي إيه؟ ونفسي سما، اغلق افتح تاني، ذكري سما، ولا تنيا في ذكري اذهب. الاثنين في سورة إيه؟ في سورة طه. يبقى هنقول إيه؟ واصطنعتك، خلي بالكوا دي آية ودي آية، دي آية ودي آية، واصطنعتك لنفسي اذهب. خلاص ولا تنيا في ذكري اذهب. قال ولذلك هو بيقول ايه؟ ونفسي سما ذكري سما، لاحظوا كده، ونفسي سما ذكري سما، هي دي ماشية، دي سما ودي ايه؟ ودي سما. خلاص اغلق وافتح القوس من عند ايه؟ وقومي الرضا حميد هدى. اقفل عندي ايه؟ عندي هدى.
قومي دي ايه؟ ان قومي اتخذوا في سورة ايه؟ بيقول ايه؟ وقومي الرضا حميد هدى. مين دولة؟ نافع والبصري والبزي، زي ما وزنهم الرجل، نافع والبصري والبزي. خلاص، الامام نافع المشار اليه بالالف فين؟ الرضا. خلاص، وخلي بالكو الرموز الشيخ اشار اليها في المقدمه، ممكن الرمز ياتي، يعني لاحظوا معايا لما نقول ايه قومي الرضا، قومي الرضا مش ظهر الالف، ولكن فيه الف، فيه ايه؟ فيه الف. والحاء لابي عمرو والهاء للبزي، يبقى دول يقراوا ايه؟ ان قومي اتخذوا، والباقون يقراوا ان قومي اتخذوا. طيب بعدي افتح قوس تاني، بعدي سما صفوه ولا ايه، اغلق القوس، بعدي من بعدي ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه، من بعدي اسمه. مين دولة؟ سما صفوه، سما اللي هم الثلاثة اللي في الأول دولة، نافع بن كثير وأبو عمرو وشعبة، يعني ثلاثة ونص، ثلاثة ونص، وحاجة جميلة ده، هم ايه؟ ثلاثة ونص، وحيبقى معانا ثلاثة ونص برضو. الثلاثة ونص التانيين هيبقى مين؟ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص، يقرؤون ايه؟ من بعدي، من بعد اسمه، من بعد اسمه. عدوا كده كم واحدة؟ نعدهم تاني من الأول، أخي وإني وليتني ونفسي وذكري وقومي وبعدي. سهلين أوي، سبع إيه؟ سبع مواضع، بقوا كام؟ فاكرين؟ نعيد تاني، 99 واثنين وخمسين، 151 وعشرة، 161 ها، واربعتاشر، 175 وسبعة. هم اللي عمالين تقولوا 279، كبرتوا المسألة تاني ليه؟ 99 واثنين وخمسين، 101 وايه؟ 151 وعشرة اللي هي، وعشرة اللي هي همزة المضمومة، 161. طيب واربعتاشر، 175، وادي سبعة، 182. ايه مالكم عملتوا 179 189؟ ايه شغلانة؟ ادينا قربنا على الايه. طب هقول لكم 100 كام؟ 100 كام؟ احنا قلنا 100 كام دول؟ عشان يكملوا 212 يبقى فاضل كام؟ اهم ال 30 اللي جايين دول، وخلصت المسألة. يقول رحمة الله عليه: ومع غير همز في 30 خلفهم، ومع غير همز، اصل اللي فات دي كلها هو سماها همزات، همزه قطع وهمزه وصل، مش كده ولا ايه؟ همزه قطع اللي هي جاءت مضمومه، جاءت مفتوحه وجاءت مكسوره وجاءت مضمومه، وهمزه الوصل جاءت مقرونه وجاءت ايه؟ نعم، لان هو بيقول إيه؟ حتى الشيخ ابو شامه هنا يقول اي وسبع ياءات اضافه بعدها همزة الوصل دون لام التعريف، لهذا قال فردا، فردا اللي هي ايه؟ غير مقرونة بـ 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 يبقى اللي فات كله السابق كله من ياءات الإضافة وقع بعده همزة، همزة همزات وقع بعده همز. خلاص، قال ومع غير همز في 30 خلفهم. خلي بالكم، ركزوا معايا في البيت اللي جاي عشان فيه هسأل سؤال. يقول رحمة الله عليه: ومحياي جئ بالخلف والفتح خولا. محياي دي فين؟ قل إن صلاتي ونسكي وإيه
صلاتي ونسكي وإيه؟ ومحياي ومماتي. ومحياي يبقى هي محياي دي المقصودة. خلاص هو بيقول إيه؟ ومحياي جئ بالخلف. الأول الكلام معطوف على إيه؟ الكلام معطوف على إيه؟ ردوا معايا، على الفتح ولا على الإسكان؟ آخر كلام كان إيه؟ وفتحهم. خلاص وفتحهم. يبقى هنا بيتكلم محيايا، يعني معناها أن محيايا دي بالإيه؟ بالفتح. قال جئ، الجيم لمن؟ جئ بالخلف، يعني ورش له الخلاف بين الإيه؟ الفتح والإسكان. خلاص والفتح خولة. الخال من؟ مين اللي مش ظاهر في الترجمة؟ قالون. ما تبصوا معايا، مش الخاء للقراء السبعة عاد نافع؟ طيب نافع خدنا نصه هنا اللي هو جئ، قال لك محياي جئ بالخلف، الخلاف هيكون بين ايه؟ بين الفتح والإسكان. طب مين اللي مسكوت عنه؟ قالون. يبقى قالون يقرأ بإيه؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. يبقى هذه الايه؟ الاسكان. ما احنا سكننا الايه؟ ايه اللي سكناها؟ طيب ووقع قبلها ايه؟ يبقى اصبحت من قبيل المد الايه؟ من قبيل المد اللازم. يبقى يقراها هكذا، ومحياي ومماتي. مين اللي يقرأ كده قولا واحدا؟ طب ورش له الخلاف دائر بين ايه؟ يقرأ ورش ايه؟ مع الجماعة ومع قالون. خلاص يقرأ ورش ومحياي ومحياي ومماتي، ويقرأ ومحياي ومماتي. منتبهين معي؟ هنا في كلام القراءة دي الإسكان عند علماء اللغة شنعوها القراءة دي، يعني ردوها لاجتماع الإيه؟ لاجتماع الساكنين أهل اللغة. ولذا قال الإمام السخاوي، السخاوي يقول إيه؟ والفتح خولة، بيتكلم الأول على معنى خولة. خولة يعني إيه؟ قال لك ملكة. والمخول، المخول هو الإيه؟ المملك. ماشي. والمملك قوي إيه؟ بماله من كثرة الأتباع. ما هو إذا قالت حزامي خلاص، يعني الواحد ايه اللي هو صاحب المال هو بيبقى قوي بكثرة الايه؟ الاتباع. اصل ادي معنى ايه؟ والفتح خولة، الفتح قوي. خلاص. فكذلك الفتح قوي بكثرة من عليه ومن ينصره. ده كلام مين؟ السخاوي. الامام الفاسي جاب لك الاصل في المسألة، قال والقراءة صحيحة، اللي هي قراءة الإسكان، والقراءة صحيحة ثابتة، وإذا صحت القراءة أخذ بها ولم يلتفت إلى قول إيه؟ إلى قول قائل. كم من القراءات اللي حصل فيها إيه؟ أخذ ورد وكلام، زي قراءة ابن عامر، وكذلك زينة، وزي ورش حفص كمان اللي هو إيه؟ وما أنسانيه وعليه الله، كل وقراءة الإمام، وقراءة الإمام، الإمام أبو جعفر للملائكة تسجد، كل هذه الإيه لشيء. إنما ما ثبت خلاص، ما تضعفوش إيه أي أراء. خلاص. والفتح إيه؟ والفتح خولة. يبقى أول موضع من الثلاثين موضع، أدي أول حاجة إيه اللي هو إيه؟ محيايا. ده احنا نعد ثلاثين، ده لسه معانا المشوار طويل. خلاص معانا البعد العشاء.
ومحياي جئ، يبقى هنا ليه ومع غير همز في ثلاثين خلفهم ومحياي جئ بالخلف. الخلف ده عائد على مين؟ المشار إليه بالجيم اللي هو جئ، خلاص. والفتح خولا، والفتح خولا، خلاص. ونقفل قوس على اللي فاتت دي. قال رحمة الله عليه: وعم علا وجهي وبيتي بنوح عن لوا وسواه عد أصلا ليحفلا. وعم علا وجهي، اقفل القوس هنا، يلا يا حبيتي بسرعة. وعم علا، عم لمن؟ نافع وابن عام. طب ومين علا؟ حفص. طيب ايه وجهي؟ وجهي اسلمت وجهي لله، واني وجهت وجهي للذي، اللي هو سورة الايه؟ سورتي آل عمران وسورة الأنعام، دول يقرأوا ايه؟ كيف يقرؤون؟ بالفتح. ما هو كلام معطوف بقى ايه على الايه؟ خلاص. وعم علا وجهي وجهي، والباقون يقرؤون ايه؟ مين الباقي؟ عن عم علا هنسيب نافع وناخد ابن كثير وناخد ابو عمرو وناخد ابن عامر، ها، ومين كمان؟ وشعبة وحمزة والكساء، لان هيبقى الباقي كام؟ اربعة ونص، اربع ائمة ونص امام، لان احنا خدنا اتنين ائمة ونص امام. مين الاتنين الائمة؟ نافع وابن عامر. ومين نص الامام؟ حفص. حفص اللي معانا هنا، هيبقى اللي باقي ايه؟ اربعة ونص، اللي هو ابن كثير وابو عمرو وحمزه والكساء وشعبه، خلاص. طيب دول يقرؤون ايه؟ بالاسكان. واللي معانا قدامنا دول يقرؤوا بالايه؟ او ولاحظوا الاشياء اللي دخل فيها حفص، روايه حفص اللي فيها بالقراءه بالايه؟ بالفتح. طيب قال: وبيتي بنوح عن لون، ايه في القوس؟ وبيتي بنوح، قيدها ايه؟ عن لون. العن لمن؟ واللم لمن؟ يقرآني بيتي، ولمن دخل بيتي، والباقون ولمن دخل بيتي، خلاص. هو هنا بيتكلم على بيتي. قال: وسواه عد أصلا ليحفل، أي سوى هذا الموضع، سوى بيتي ما عاد اللي موجود في نوح عد أصلا ليحفل. العين لمن؟ طيب والألف لمن اللي هي أصلا؟ طيب واللام؟ يبقى دولة إيه؟ يبقى حفص برضه هو هو، بس مين اللي دخل معاهم؟ يبقى إيه سواه بقى؟ إيه فين سواه؟ خدوا بالكم، بيتي للطائفين وبيتي للقائمين، ادي الاثنين، ما في في تاني غير كده؟ ما فيش غير الاثنين دول. طب يبقى معنى كده، انتبهوا معايا، يبقى معنى هذا ان هشام وحفص يقرآني في الثلاث مواضع بفتح ياء الايه؟ الاضافه، ويدخل معهم الامام نافع في ايه؟ نعم، لا في لا يدخل يدخل مع معهما في سواه دي، اللي هي بيتية للطائفين وبيتية للقائمين، خلاص. ومع شركائي من ورائي دونوا ولي ديني عن هاد بخلف له الحلى. هناخد البيت ده بس قولني. ومع شركائي من ورائي دونوا، اغلق اغلق قوس هنا. ومع شركائي من ورائي دونوا، الدل لمن؟ طيب ويوم يناديهم أين شركائي، بقى هي دي شركائي، قالوا هكذا تقرأ لمن؟ لابن كثير. طيب وإني خفت الموالي
من ورائي وكانت، ما هي من ورائي، مش بيقول لك ايه ومع شركائي، من ورائي، منتبهين معي ولا ايه؟ طيب يبقى شركائي اللي هي بتاعت سورة فصلت، وورائي في سورة مريم بفتح ياء الإضافة يقرأ الإمام ابن كثير، ولي ديني عن هاد بخلف له الحلى، لكم دينكم ولي دين، ولي دين، خدوا بالكم، عن هاد بخلف له الحلى، بخلف دي هتعود على مين؟ على الهاء فقط. طيب يبقى معنى هذا من يقرأ بفتح ياء الإضافة في لي قولا واحدا حفص وهشام والإمام نافع الحلى والإمام البزي عن الإمام ابن كثير بخلاف، اللي هي ايه؟ ولي ديني، ولي ديني، والباقون يقرؤون ايه؟ ولي دين. مين الباقون؟ ها عدهم كده. الاول انا عندي هنا ايه؟ خدوا بالكم، ده انا عندي امام واحد وثلاث انصاص، بس كده ولا ايه؟ ها بس هذا ما الكلام ده مجازا، الامام هيبقى باقي معانا قنبل، ماشي، ها ومين تاني؟ هات الانصاص الاول، قنبل ها وشعبه ها وابن ذكوان، قنبل وشعبه وابن ذكوان، خلاص كده خلصوا ثلاث ائمه، قنبل وشعبه وابن ذكوان، يبقى خلصوا ثلاث ائمه معي. طب والامام نافع معانا، مين اللي كان اللي باقي كمان؟ يبقى عندي قنبل وشعبه وابن ذكوان وايه والبصري ها وحمزه والكسائي، وحمزه والكسائي يقرؤون ايه؟ ولي دين، لكم دينكم ولي دين، يعني من كان يقرا للامام الكسائي او للامام حمزه او لشعبه، او وشعبه زميل حفص عن شيخ واحد، يعني معنى هذا ان الامام عاصم يقرا ها بالموضع ولي دين، ولي دين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، كرم الدنيا كمن واكثر، لو قلت وصف أنا وش حنصف وكفيها، الله الله رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لنسهر طيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله أزهر العلماء.